معكم ميسا عبد الجليل. اليوم شيء ما طلعتني برا الكومفورت زون تبعي. مثل ما كلكم تعرفوا انا مستحيل اسلم وجع لحدا ابدا، بس انت اليوم بطلة بدعت. يعني هيدا الشيء بدي اياكم تشوفوه بالخطوات لتتعلموا من شيما كيف تعملوا هايلايت ايفريوير. انت شو رايك باللوك تبعك؟ انا شيما الشمري، ارحب فيكم. وطبعا اليوم ميتا صدق غيرتني الى درجه، حبيت الوان الاي شادو. استخدمنا طبعا من باليت كحل، وانا ما توقعت شيء الالوان راح تطلع، يعني تدرجات الالوان والنظافه بالشغل جد جد ثانك يو، لان فعلا شغلك وايد بشو تدرجات الالوان انا ما كنت شيء اشتغل يعني عليها وايد. يبالي اخذ دورات عندك.